وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الأستاذ معاذ الحكيل، وكيل نيابة بنيابة الأسرة والطفل. أستاذ معاذ، أهلا بك في نشرة الثامنة. هل حدثنا عن أهمية هذه الحلقة التي انعقدت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية حاب أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. طبعا هذه الحلقة النقاشية واللي تحمل عنوان العقوبات والتدابير البديلة للأطفال، تم تنظيمها تحت رعاية سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعنين، وهي تكون ضمن سلسلة حلقات نقاشية مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني وكذلك الهيئات والمؤسسات الرسمية في المملكة. والحمد لله حلقة اليوم النقاشية شارك فيها عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة الرسمية بهدف تنسيق الجهود وتوظيف الإمكانات المتاحة ووضع الخطط اللي تساهم في تطوير وبناء أفراد المجتمع، فضلا عن دعوة الوزارات والجهات الحكومية لتقديم أعمال تطوعية وبرامج تدريبية تتناسب مع الطفل في مختلف النواحي لإنفاذ قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. يكون هالشيء لبناء فرد سليم العقل والفكر عنده المعرفة الكافية عشان يتفادى السلوك الانحرافي في المستقبل، استهداء بما حققه مشروع العقوبات والتدابير البديلة للبالغين واللي حظى بتأييد على المستوى الرسمي والدولي. لذلك نكرر دعوتنا لجميع الوزارات والجهات الرسمية من أجل المشاركة في إنجاح إنفاذ مقاصد قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، ومن خلال المساهمة وتقديم أعمال تطوعية وبرامج تأهيلية وتدريبية لفئة الأطفال بحيث أنها تتناسب مع صحتهم ونفسيتهم. نعم، الأستاذ معاذ الحكيل، وكيل نيابة بنيابة الأسرة والطفل، شكرا جزيلا لك.